سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي من المشاهدين الأكارم، طيب الله أوقاتكم وأسعد لياليكم وأيامكم. أسأل ربنا الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، أسأله لي ولكم البركة في المال والأهل والولد، وأن يباعد الأمراض عن كل جسد. اللهم اجعل أبناءنا أكثر منا علما، واجعلهم أوسع منا حلما، واجعلهم ذكرا من بعدنا مذكورا، وأثرا من بعدنا مأثورا. لك الحمد يا ربنا في البدء وفي الختام، وعلى نبيك المصطفى ورسولك المجتبى أفضل الصلاة وأتم السلام. صل يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأوفياء الراشدين الغر الميامين، واختص من بينهم يا ربنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فالستة الباقين وكل بذري، وارض يا ربنا عمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وبعد زمانه. اللهم لا تباعد بيننا وبين ملته، ولا تحل بيننا وبين شريعته. أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء جديد، أسأل أن يكون لقاء سعيدا. هذا لقاء جديد من برنامجكم فاعلم من قناة الندى الحبيبة. وفي بدء حلقتي أحيي جميع إخواني الذين يساعدونني في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وجميع العاملين في قناة الندى، ولكم التحية أنتم أيها المشاهدون الأكارم. أطل على حضراتكم في الاثنين، أي أقصد يوم الاثنين، يوم الاثنين من كل أسبوع، في برنامجكم هذا الذي اختص بالفقه، واختصصنا لكم من أبواب الفقه ومن كتبه كتاب النكاح، لما طرأ عليه وجد عليه من بدع وأقوال من أصحاب الرأي المخترع. وإن بالنكاح وبصلاح البيوت يصلح الدين وتصلح الدنيا، وبفساد النكاح وفساد البيوت تفسد الدنيا ويحرف في الدين. فمن أجل هذا أردت أن أخاطب البنين والبنات، أردت أن أخاطب الأزواج والزوجات بهذا الباب. الذي يتابعني يعلم أني أسلفت لحضراتكم بعض الأبواب في الزواج، ولعل هذه الحلقة الثانية وعنوانها بقية المحرمات من الزواج. أسلفت لك في الحلقة الماضية، طيب الله أوقاتك، أسلفت لك في الحلقة الماضية الكلام على المحرمات على سبيل الإجمال. هل تذكرين يا أختي الكريمة، هل تذكر يا أخي الكريم ما كلمتك أو ما تكلمت عنه في المحرمات، وقلت لك هناك محرمات بسبب النسب، وبينت لك النسب مش معنى قرايب مراتك، بينت لك ذلك، ولكن النسب هم أقرباؤك لأبيك وأقرباؤك لأمك، فأنت لا تنسب لأبي زوجتك ولا تنسب لأخي زوجتك. أنت لا يقولون اسمك فلان الفلاني ويجيبوا اسم أبوك، ولكن أنت تنسب ونسبتك إلى آبائك وأجدادك، آبائك لأبيك وآبائك لأمك، وأقصد آبائك هنا اللي هم أبوك وجدك وأبو جدك وهكذا يعني. فقلنا إن هناك محرمات من النسب، ومحرمات من الرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ده بقى اللي احنا بنقول عليه النسب، ومحرمات امرأة ورجل يحرم عليك ويحرم عليك الزواج منه بسبب الكفر،
وهناك محرم بسبب العدد. ايه العدد؟ انك تزوجت اربعا، او انك تزوجت ولا زوج لك الا واحد. ثم بعد ذلك الجمع، يعني ايه الجمع؟ ان تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا لا يجوز لك، او بين المرأة وربيبتك، يعني تاخد البنت وامها، هي ليست ابنتك ولكنها ربيبة. ثم المحرمات بسبب الزنا، انتم تعلمون ان المرأة الزانية يحرم الزواج منها، والرجل الزاني كذلك، وسأبين لحضراتكم. ثم بعد ذلك محرمات بسبب ما يسمى اللعان، وسأبينه حالا، وهو اول واحد هبينه ان شاء الله. ثم المحرمات بسبب الزوجية، المرأة التي تزوجت لا يجوز لك أن تتزوج منها، أي لا يجوز للمرأة أن تجمع بين رجلين، أو أن تجمع بين 3 رجال، أو تعمل زي الست الأمريكية اللي الجرايد بتتكلم عليها الأسبوع ده، اللي اتجوزت 6 منهم 2 مصريين، دي عاملة أمم متحدة بقى، يعني اتجوزت واحد من مصر والتاني من أفريقيا والتالت من آسيا، هذا في ديننا حرام حرام. ثم بعد ذلك التطليق ثلاثا، الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا خلاص ما بقتش مراته، فلا يحل له ان يتزوجها، وهنبين ان شاء الله قضية المحلل. طيب بعض الناس تسأل، طيب بنت الرجل من الزنا، الرجل الذي زنى وانجب بنتا، فمعروف ان دي بنت زنا، هل يجوز للرجل الذي زنى وانجبت المرأة التي فجر بها، انجبت بنتا، هل يجوز له ان يتزوجها؟ لا يجوز له ان يتزوجها. طيب نبتدي بايه؟ نبتدي حضراتكم باللعان. من الاسباب المحرمة، خدوا بالكم قوي، عايز الستات المكرمات ياخدوا بالهم من الكلام ده قوي، لان ده بيحصل في البيوت كتير وبنفوتها يعني، وجماعة اهل الخير يقعدوا يصلحوا ما بينه، يقول لها معلش بقى وهو غلط المرة دي، والقضية تعدي، مع ان لها احكام شرعية لابد من الانتباه اليها. فنقول يحرم على الرجل، او يحرم على الرجل ويحرم على المرأة زوجها الذي اتهمها بالزنا. أعيد تاني الكلام ده، الرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ولاعنها أمام القاضي، ولاعنها أمام القاضي، يعني إيه الراجل الذي تحرم زوجته بالزنا ولاعنها أمام القاضي؟ الرجل، أنتم تعلمون أيها السادة الأكارم، وأنا بعتذر أنا عمال أكلمكم في الزنا على الصبح كده، ولكن أنتم تعلمون أن الشرع له جلاله وله أحكامه. فالرجل الذي دخل إلى بيته فوجد زوجته في أحضان رجل، طيب الشرع عندنا يقول إيه؟ يقول فليأتوا بأربعة شهداء، يعني إيه؟ رجل دخل على زوجته فوجدها تزني، وجدها عريانة، ووجد رجل عريان، ثم بعد ذلك رآهم في حالة زنا تام كما تسمعون، وتقعدوا انتوا بقى تسمعوا الأفلام اللي تسخر من كلام الشرع، وتقول يراها وهي تزني كما يرى القلم في المحبرة، أو كما يرى الحبل في البئر، ده الزنا الكامل. أما راجل شاف زوجته تقبل رجل أو يقبل رجل، هذا زنا لا يقام به الحد، ولكن يقام به التعزير. يعني إيه التعزير؟ يعني شوية كده نضرب كده بالوسائل الشرعية ونعنفها بكلمتين، أو نجيب أبوها، أو نسيبها خالص، ست معاها الحلال وشغالة في الحرام، طيب أنا بتاع حلال، أنا جوزها بتاع حلال، شغلتي استمتع بالحلال، وهي عايزه الحلال واشياء اخرى، لا انت عايزه الاشياء الحلال واشياء اخرى، شوفي لك اريال تاني غيري، انا مش هشتغل اريال، اعذروني في اللهجه دي،
لأنه أحيانا بتنفع مع البسطاء ودي لغتهم. تعالوا فيبقى عندنا الرجل الذي دخل على زوجته فوجد معها رجلا ولم يكن معه شهداء، ورب العباد بيقول فيه إيه؟ والذين يرمون أزواجهم. كلمة زوج تنفع للراجل وتنفع للست. ممكن أقول فلانة زوج فلان، وهذا فصيح وهذا الأفصح بدون تاء مربوط. مش شرط إن أنا أقول فلانة زوجة فلان، ممكن أقول فلانة زوج فلان وأقول فلان زوج فلانة، هذا هو الأفصح لغة. والذين يرمون أزواجهم، دي حكم جديد. الجماعة بقى الطيبين المحترمين اللي عايزين يدوروا في الشريعة على مناقص، يقول لك هخش على مراتي في أوضة النوم هتلاقي معاها راجل وأقعد أدور على شهود لما تكون العملية خلصت. لا، ربنا عمل لك حل، مش أنت اللي ذكي قوي والدين ما سابكش كده تضيع يعني. لا، من دخل، أسأل الله أن يطهر بيوتكم، والله ما أحب لبيت من بيوت المسلمين أن تقع فيه جريمة الزنا، أنا لا أحب ذلك. نحن المسلمين أطهار أبرياء، ولكن الساقطات والساقطين منا الذين خف دينهم هم الذين يقعون في هذه الرذيلة. فرب العباد يقول الذي دخل إلى بيته فوجد من يفجر في زوجته ولم يكن له شهداء، ربنا بيقول لك الحل ده. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إيه اللي يحصل؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يروح قدام القاضي ويرفع قضية. طبعا هو لو اتهمها بالزنا دلوقتي هيجي أهلها بقى ويعملوا رجالة ويشيلوا العفش ويجيبوا ياخدوا المتأخر. يبقى الراجل رأى امرأته تفجر وأهلها جايين بقى من باب إنه ينتصر لأخيهم ظالما أو مظلوما بطريقتهم هم لا بطريقة الشرع، ويقول له لا، ده لابد أن تطلق واديها الحق والمستحق. فرب العباد بيقول إيه؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنات الله عليه إن كان من الكاذبين. ده طلاسم يا مولانا، أنت عارف إحنا لا عارفين لغة ولا عارفين شرع وبنقرأ القرآن الكريم زي البغبغانات، وضح لنا الموضوع ده. والذين يرمون، الله على كلام ربنا، والذين يرمون يعني ربنا بيشبه الكلام وشتمت الزوجة واتهمها بالزنا بالحجر. والذين يرمون أو زي اللي رماها بطلقة، شو أنت كنت في الجيش كان يعملوا لك تدريب شبه ثابتة، يقول لك تعال نروح ميدان الرماية. وفي عندنا زمان لما كانت مصر آخرها كده الأهرام، يعني القاهرة كده آخرها الأهرام، أو عفوا قبل الأهرام، فميدان الرماية اللي موجود في الجيزة سموه ميدان الرماية دي ليه؟ لأنه في كانوا زمان يتعلموا الرماية في هذا المكان، أو في نادي للرماية، الرماية الضرب بالطلقات والرمي بالأحجار. فشوف الراجل لما يتهم مراته، رب العباد يقول ايه؟ والذين يرمون أزواجهم، كأنه اتهام لمراته ده حجر بيحدفها بيه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، يقول ايه؟ أشهد بالله. يقف قدام القاضي، يا جناب القاضي انا بتهم زوجتي بالزنا، فيقول له قول الاتي. القاضي يقول له الكلام ده، شايفين ده اسمه اللعان، اشهد بالله اني صادق فيما رميتها به من زنا. يقول الكلام ده كم مرة؟ يقول كده قدام القاضي اشهد بالله، او يقول والله اشهد بالله اني صادق فيما رميتها به من زنا. فالقاضي يقول له قول المرة التانية، يقول له أشهد بالله أني صادق، والله أنا صادق وشفتها بعناية دول اللي هتاكلهم الدود وهي تزني. يقول له قول المرة التالتة، فيقول له أشهد بالله
والله والله أنا شفتها تزني في حجرتي أو في حجرة غيري، وإني لمن الصادقين. يقول له قول الرابعة، يقول له أشهد بالله إني صادق أو أني صادق فيما رميتها به من زنا. دول كام كده؟ أربعة. والخامسة، الخمسة تختلف في القول بقى، والخامسة أن يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من زنا، وإذا كنت كاذبا فعلي لعنة الله. عرفنا اللعان بيبقى إزاي؟ عرفنا اللعان بيبقى إزاي؟ طيب، دي الصورة أو الشق الأول من اللعان. القاضي سمعه بيلعن زوجته مرة والتانية والتالتة وأربعة والرابعة والخامسة، بيقول له وبأكد لك يا جناب القاضي ويا سعادة القاضي، أؤكد لك أني رأيتها وأني صادق، وإذا لم أكن صادقا فعلي لعنة الله. فالقاضي يروح منقول لست الحسن والجمال ويقول لها وانت هتعملي ايه؟ لو سكتت وعينيها دمعت ولا نطقت لا من فوق ولا من تحت، يقام عليها حد الزاني المحصن او حد الزانية المحصنة. طب الست بريئة وجوزها ظنان وشكاك وقليل الدين، وعايز يعني هو عايز شاف له واحدة من على النت، فعايز يتلكك دية لدية بقى ويطلقها. فطول عمرها ابن عمها الكبير، هي عندها 18 19 سنة، وابن عمها ده 60 70 سنة، وهي لا لها أب ولا لها أخ، فبيجي يزورها وبيطمن عليها ويسيب لها قرشين. صاحبنا بقى قال لك فرصة بقى نتلكك علشان نطلعها وتسيب كل حاجة. يا أم مريم السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وفضيلة الشيخ، صباحكم كل عام سعيد وحضرتك بخير والأمة الإسلامية بخير يا رب العالمين. ومبارك عليكم شهر رجب. الحمد لله الذي أطال في عمرنا لا حب في الدنيا ولا تمسك بها، بل حب في الصيام والقيام، حب في طاعة الرحمن. تفضلي. حضرتك يعني ما شاء الله بتناقش في هذه الأيام موضوع من أهم المواضيع، وهي فك النكاح أو سلبيات المجتمع ما يجري عليها الآن. على أساس إن حضرتك بتناقش هذا الموضوع، فإحنا في المجتمع في هذه الأيام يا شيخ ما اقتربت من امرأة أو اقتربت من أختي في الله إلا وجدت وراها أحمالا ثقيلة. هم يقولون عن نفسهم إحنا أصحاب التبعات الثقال أو إحنا أصحاب الابتلاءات، لكن أنا أقول لهم أنتوا أصحاب الفيض والمنح الإلهية العظيمة، ولكن لضعفهم لم يشعروا بهذه النعمة، ويعتبروا ان هم يعني اصحاب التبعات واصحاب الهموم والمشاكل. ما الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء الزوجات الذين يعني مش هقول ابتلوا، ولكن من الله عليهم بنعم لا يعلمها الا يعني عند قيام الساعه ان شاء الله؟ ما النعم الذي فاض عليهم ربهم بهذه النعم وهي ابتلاءات الزوج؟ ففي الحق يعني يوم الثلاثاء الماضي اتصلت احدى الاخوات او الامهات، لانها يبدو انها تقدم بها السن، في هذه القناه المباركه قبل صلاه الظهر بشيخ فاضل والله لا اعلم اسمه، وقالت لي يا شيخ اني متزوجه و سمعنا حضرتك؟ اسمعك بوضوح. انا متزوجه ولكن بعمل، فزوجي يعني عشان انا بعمل بنفق على البيت كله، ويا رب تكون سامعاني وتعمل مداخله لان نفسي اوصل لرقمه بصراحه. اتفضلي. وبصرف على البيت وكده، هو يعني مش داري باللي انا بعمله، برغم ان هو بعرف ان انا بستلف من زمايلي عشان اوصل له الاكل، لان هو عايز الاكل الجيد. ماذا يقول ربنا في هذه المراه؟ وماذا وعد الله تبارك وتعالى لهذه الازواج الصالحات الذين فيهم يعني فيهم من وفضل ومنح ربانيه عظيمه اراد لهم الله بها الرفعه والخير، ولكن لضعفهم مش لضعف ايمانهم، فاني لم اشق عن صدر احد، ولكن لضعفهم بالطبيعه البشريه لانهم ما بيتحملوش ما يجري عليهم. ماذا الوعد الذي وعده الله لهم؟ وارجو من فضيلتك اطاله النفس. ف يعني المراه المصريه هي بالفعل رمز للكفاح والعطاء، ولكن محتاجين لمن ياخد بايديهم ويدلهم ان هم مش ان هم فعلا مش اصحاب ابتلاءات، ولكنهم اصحاب
منح إلهية عظيمة. حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا يا أم مريم على هذا الاتصال الطيب. وأخوي أيمن ومساعده الأستاذ محمد هيفكروني قبل الختام بثلاث أربع دقائق أرد على الأستاذة أم مريم إن شاء الله. نأتي إلى اللعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين اللعنات النازلات من السماء على العصاة والمخرفين والمنحرفين. فنأتي إلى التي لعنها زوجها وشهد أربع شهادات وأقسم بالله أنه صادق وأنه ملعون إذا ما كان كاذبا. طيب، المرأة لها حالا، أما الحال الأولى أن تسكت، فخلاص القاضي تبين أنها زانية بشهادة زوجها خمس شهادات، فيقام عليها الحد، والقاضي وشأنه، إن أقام عليها الحد فقد أقام شرع الله، وإن لم يقم عليها حدا فأقيم عليه يوم القيامة غضب الله. القضية محسومة. تعال أيها الأخ الحبيب، على المرأة إذا ما كانت بريئة وأن زوجها لئيم اتهمها بالباطل عليها أن تشهد أربع شهادات هي الأخرى، وتقول: أشهد بالله العظيم أنه كاذب فيما قال وأنني بريئة. واحد، أشهد بالله أنه كاذب فيما قال وأنني بريئة. اثنين، أشهد بالله العظيم أني بريئة من تهمة الزنا فيما قال زوجي وأني بريئة. أربعة، أشهد بالله العظيم أني بريئة من تهمة الزنا وأني ما زنيت وأنه كاذب. أربعة كده. الخمسة تقول إيه بقى؟ أشهد بالله العظيم أني بريئة من تهمة الزنا وأن غضب الله علي إن كنت من الكاذبات. إن كنت من الكاذبات. أنتوا عارفين إحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في المحرمات اللي يحرم عليك أن تتزوجها. فقلنا ده اسمه اللعان، هذا سبب من سبب تحريم المرأة على الرجل. طيب، بعد ما الراجل قال أربعة وأكد بالخمسة، وهي قالت أربعة وأكدت بالخمسة، مصيرهم إيه؟ يفرق بينهما في الحال ولا يتزوج أبدا. نعيد الكلام ده تاني. الرجل الذي يتهم زوجته أمام القاضي، مش اتهمها على جنب في أوضة الصالون، مش راح قال لأمه كده: ياما سيبيني ده أنا شايل هم تقيل، خسيت ليه يا ابني؟ يقول له ياما، يقول لها: ياما اسكتي سيبيني من اللي أنا فيه، ياما أنا دخلت تلاقيت السباك في أوضة نومي، ولا تلاقيت مش عارف الخدام في أوضة نومي، ولا تلاقيت مش عارف صاحبي في أوضة نومي. ده بقى ده على جنب، ده ما يلزمناش، ده أنت بتشكي لأمك. أما اللعان علشان نعرف بقى إذا كنت كاذب القاضي يحبسك وتتقام أحكام. هناك يا سادة يا كرام، اللي يفتي زي على قناة فضائية كده، في حاجات يقف عندها ما يقدرش يفتي، يقف. يعني مثلا لو سألتني في الطلاق أجاوبك في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة ده عايز حكم، ده عايزة تفريق وعايزة نفقة وعايزة متعة ونشوف مين اللي غلطان. فالمفتي، المفتي اللي بيفتي في الفضائيات، أما المفتي الرسمي يقول اللي هو عايزه، ده معين. فالمفتي يفتي في الأولى ويفتي في الثانية، والثالثة دي مش بتاعته، الثالثة دي عايزة حكم ينفذ. آجي إلى اللعان. ينفع كده سيدنا شيخ الجامع واحد متهم مراته يروح جايبه يوم الجمعة ويقول له: قول أشهد أنها زنت وأني صادق أربع؟ لا لا، الشيخ الجامع ملوش إنه يعمل كده، هو ده شيخ واعظ، ده يقول لنا الله نور، ده يقول لنا لا يقيم الأحكام. أما القاضي هو الذي يقيم الأحكام. حد جميل كده هيرد عليا ويقول لي: ما القاضي ممكن يبقى ظالم؟ هو حر،
وروح طول القضية قدامه ويظلم فعلى نفسه ويعدل فلنفسه، ايه مالكش دعوة بشغل القاضي. ان شاء الله تروح صاحب قضية ويحبسك وانت صاحب الحق واضح، سيبه بقى رب العباد سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا عسيرا. فتعالى ايها الاخ الحبيب، يبقى المرأة التي لاعنها زوجها ثم ردت هي اللعان فيفرق بينها وبين زوجها وما تتجوزوش لا بمحلل ولا بمحرم ولا بذي القعدة ولا برجب، ما خلاص فرق بينهم، أصبحت كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته، لا يجوز له أن يتزوجها بأي حال من الأحوال. طيب يبقى من موانع الزواج المرأة الملاعنة والرجل الملاعن. طيب من موانع الزواج الزنا، امرأة ثبت عليها الزنا، امرأة ثبت عليها ايه؟ ثبت عليها الزنا. الرجالة والستات تنام بعد ما تصلي العشاء علشان تقوم الساعة 1 ولا الساعة 2 تقضي ركعات، وصاحبتنا بقى جاية بقى الأحمر والأخضر والشعر المنيل على الخدود يبوظ العملية يعني، قاعدة وكلنا كل الناس يشهدون لها وهي تقول يعني أنا حر أعمل اللي أنا عايزاه، محدش له حاجة عندي، أنا كبرت وخلاص، أتجوز ما أتجوزش، أفجر ما أفجرش. الست دي يحرم الزواج منها، يحرم الزواج منها. أوعى تذهب إلا إذا تابت، بس عشان القاعدة تكتمل، يحرم الزواج من الزاني ويحرم الزواج من الزانية إلا إذا تاب أو إذا تابت. لو الزاني تاب يبقى أخوك وحبيبك وتجوزه بنتك ولا مشكلة. طبعا كلامي ده مش حلو، مش حلو على قلب مين؟ يقول لك الولد يعمل اللي هو عايزه، راجل جاي يخطب بنته فبيقولوا له الولد ده مش محترم، الواد ده كل يوم مع واحدة وبيخش بيوت مشبوهة وبتاع من ده، يقول لك الراجل يعمل اللي هو عايزه المهم الست. ليه يا مولانا؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى حرم الزنا على الستات وأحله للرجالة؟ يا سيد الزنا محرم على الرجل وعلى المرأة، فلا يجوز إذا تقدم لابنتك، إذا يا بنتي يا حبيبتي يا نور عيني، انا بقول لك يا بنتي لانك انت زي بنتي واحب لك الخير زي بنتي، اوعي ولد انت عارفه ان سلوكه زي اللي انت عارفاه وانت بتشوفيه ماشي مع وواحده قعدت معاكي وقالت لك ده انا قضيت معاه ليله حمراء وليله زرقاء وليله سوداء على دماغ اصحابه، اوعي واحده تقول لك كده وبعدين تقولي بقى ده ولد مقطع السمكة وديلها وانا عايز ولد روش وولد حليوة. لا، رب العباد بيقول لك ايه؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. بس لا ما بسش، نكمل الآية، الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انتوا مؤمنين؟ اه. طب ده محرم عليكم، مش انتوا مسلمين؟ مش انتوا مؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله وفق ما جاء، وفق ما جاء في اقوال العلماء المجتهدين وعلى رأسهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، هم دول مذاهب، في مذهب اسمه مذهب اسلام البحيري تدوس عليه بالصرم، ما عندناش الا المذاهب دي وما دار حولهما. يبقى الزاني لا ينكح الا، اوعى حد يتقدم لك وانت عارفه انه لبط وانت عارفه انه ولد دحلاب وانت عارفه انه ولد عامل زي الدبور، النحله تطلع عسل ده ما بيطلعش الا سم، يجي على الزهرة دي ويلقط ويجي على الزهرة دي ويلقط، الله حرمه لك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب
ما الذي يحرم الزواج؟ الزواج بكام؟ بأربعة. أنت اتجوزت أربعة؟ هتقول لي آه. أقول لك يحرم عليك، ده العدد المشروع، وأربعة. أوعى تعمل زي الشيعة يقول لك إيه، عندهم بعض المذاهب تقول كده، مثنى يبقى اتنين اتنين، وثلاثي يبقى تلاتة تلاتة، ورباع يبقى أربعة أربعة، يبقى الحاصل 27. يتجوز له 27، ده بقى علي بابا ولا 40 ولا شهرزاد. أما في شريعة الله التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك أن تنكح إلا أربع نساء، وتبقى كده بطل يعني. والأبطال في النكاح بأربع ندرة، وأنا واحد منهم يعني. أنا برضو الاكتفاء بواحدة، وده ما بقاش يتجوز أربعة دلوقتي إلا الأبطال الذين لا يلقون السمع للمخرفين والمحرفين والمبتدعين. فتعال إلى، إذا ما بلغ عندك في عصمتك أربع نساء فيحرم عليك الزواج بالخامسة. امسك واحد متجوز أربع نساء ولسه مطلق واحدة امبارح، ينفع يتجوز؟ مينفعش يتجوز. ليه؟ حتى تكتمل عدتها، حتى تكتمل عدتها. هي العدة بتاعتها دي عدة للرجل. لا يتزوج جاهز إلا بعد ما الست تنزل عليها الدورة في شهر يناير، ودورة شهر فبراير، ودورة شهر مارس، أو إذا كان عندها خلاف تنزل عليها الدورة 3 مرات، بعدها يبتدي يدور على بديل لها. أما طول معاه الأربعة أو مطلق واحدة من الأربعة وفي العدة موجودة، فلا يحل له أن يتزوج إلا بعد انتهاء عدة هذه المرأة. لا يجوز أيضا، من الذي لا يجوز لك أن تتزوجها ويحرم عليك، يحرم، أوعى تفكر يحرم دي يعني مكروه، اوعى تفكر يحرم دي يعني كده وكده يعني، لا، يحرم اي اذا فعلتها فقد فعلت محرما معلوم من الدين بالضروره. تعال ايها الاخ الحبيب، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، عشان دي نسال فيها كتير، يقول له يعني ايه مولانا الا ما قد سلف؟ يا اخي ربنا برأنا من الجاهلية وبقينا مسلمين موحدين بالله، محبين لرسول الله، محبين لأئمة الإسلام. تقول إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين، الجمع في محرمات بسبب الجمع، أن تجمع بين البنت وعمتها. أوعى تقول بقى البنت كويسة وأنا ليا أربعة وعمتها أحلى منها أتجوز الاثنين، هذا لا يجوز، ده لا، هذا محرم. ويحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وخالتها، ما ينفعش يتجوز المرأة وخالتها. ويحرم، وأوعى تقول لي بقى طب آخد ستها، أنت عمال تقول لي خالتها وعمتها، طب لا لا، يحرم، أصولها تحرم عليك. لا يجوز لك أن تجمع بين البنت وجدتها، لا جدتها لأمها ولا جدتها لأبيها، هذه محرمة. وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز لك أن تتزوج أختين. لا يجوز لك إيه؟ عيد ورايا كده تاني بالله عليك يعني. لا يجوز لك أن تتزوج البنت، أو تتزوج البنت وأختها. طب واحد، طيب واحد يقول لي طيب أنا مش هتجوز البنت وأختها، ولكن هتجوز البنت وأمشي مع أختها. يا أيها العاقل يا اخي، الزواج الحلال منها محرم، تروح متجوز لي واحدة وماشي مع اختها في الحرام، هل هذا يجوز؟ من ايضا اسباب التحريم المحصنات، وللأسف معايا دقائق معدودة وكان نفسي استفيض، ولكن ان شاء الله في الحلقة القادمة اوضح لكم اكتر. والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، يعني ايه محصنات من النساء؟ يعني اللي متجوزة راجل غيرك، هذه محرمة عليك. ينفع تروح تخطبها؟
ينفع تروح تتجوز واحدة متجوزة؟ ينفع كده زي ما كنت بتسمع في الأفلام زمان، يا إبراهيم طلق يا إبراهيم وأطيعوا الله وأولي الأمر ورسولي وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وجوز العمدة رايح يتجوز واحدة متجوزة، وده بيحصل، أوعى تفكروا إن كلام أفلام. فرب العباد سبحانه وتعالى يقول: والمحصنات من النساء، المرأة المتزوجة من غيرك لا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تتكلم معها كلاما معسولا يميل قلبها ويؤثر على عقلها بنية الزواج. أوعى يا أستاذ تقول لها سيبك منهم ده مفيش غيري، أوعى أوعى تقول. هذه المرأة المتزوجة رب العباد سماها محصنة. محصنة يعني عندها ايه؟ عندها حصانة، احسن من مجلس الشعب واحسن من مجلس الشورى واحسن من السنت واحسن من الكونجرس. السنت عنده حصانة بشرية، اما المرأة المتزوجة عندها حصانة ربانية. اختي الكريمة السيدة المكرمة، وهكمل المحرمات في الحلقة الثالثة ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اختنا المكرمة، إن المرأة الصابرة على زوجها والتي تحسن التبعل ولو أساء إليها زوجها أجرها كأجر المجاهد في سبيل الله. إيه دي؟ صغيرة دي؟ دي صغيرة إن تبقى أجر حضرتك وأنت بتطبخي وبتغسلي وتنشفي وتمسحي وتعملي كل، أنت عارفة أنت زي مين؟ كالمجاهد في سبيل الله. انت عارف حضرتك الكلام ده كان النبي بيقوله امتى؟ الكلام ده كان بيقوله وسيدنا ابو بكر بيجاهد، وسيدنا عمر يجاهد، وسيدنا عثمان يجاهد، اسمه عثمان مش عثمان، وسيدنا علي يجاهد، وسيدنا طلحة يجاهد، كل هؤلاء وهم يجاهدوا. الست اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له: سبقنا الرجال وهم بيحجوا ومش عارف وبيعملوا ولكن يخالفون في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اما تمسكي المكنسه ال 1200 واط وتكنسي. هذا كلام الحال، اما كلام الروايه فله رصانه وجمال. فبحال النبي بيقول للستات النهارده: والله البندقيه الالي بتاعتك اللي انت هتحاربي بيها في الجهاد هي المكنسة ال 1200 واط. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للنساء: الكلاشينكوف اللي بيحارب بيه الناس اللي في الجيش اعداء الاسلام والمسلمين واللي بيضربوا بيه في الحوثيين انت زيهم تماما، وانت في المطبخ نار البوتاجاز بتاعك زي نار اللي بيضربوا بها في هؤلاء الذين يريدون هدم الكعبة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانت عايزه ايه يا ست ام مريم؟ يا ام مريم الراجل يلبس بدله ميري ويقف خدمه ويقعد يضرب نار ويركب دبابه ويركب طياره، وانت قاعده بقى ما شاء الله في التكييف وقاعده في فتاخدي اجر المجاهد في سبيل الله. ورب العباد سبحانه وتعالى عندما زكى قال: الصابرين، وسكت ولا قال: الصابرين والصابرات؟ قال: الصائمين، وسكت. سبحانك ربي ما أحلمك، رفعت شأن النساء. قال: الصابرين والصابرات، الصادقين والصادقات، الصائمين والصائمات، مؤمنين ومؤمنات. ثم قال لرموزكن يا أم مريم. رب العباد سبحانه وتعالى لما يتكلم على الرمز، من هي الرمز؟ عائشة. من هي الرمز؟ خديجة. من هي الرمز؟ صفية. من هي الرمز؟ أم حبيبة، أم سلمة. من هي الرمز؟ زينب بنت جحش. من هي الرمز؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. قال: لستن كأحد من النساء. وبيقول لهم هم ليه؟ أنتوا زوجات النبي لستن من كأحد من النساء العالم. يا مسلمة، لما النبي يقول لزوجات لما ربنا يقول لزوجات النبي لستن كأحد من النساء، يبقى نساء المسلمات أو النساء المسلمات لستن كأحد من النساء، أنتم رفيعات الدرجات، والله يرفع أحيانا المرأة
الى درجة كبيرة عندما تكلم مع مريم، تكلم ان الله مع مريم البتول، ماذا قال لها؟ واركعي مع الراكعات، ولا اعملها معاملة الرجالة؟ انها تحملت شدة التعب في العبادة ووقفت وما كلت وما ملت، فقال لها ماذا؟ قال لها اركعي مع الراكعين. يا اختنا ام مريم، رب امرأة كثيرة الجناح، ظلمها الناس وكان اشد الظالمين لها زوجها وابناؤها، ولكن لها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويكفي زوج الاخت اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، ويكفي زوج الاخت الذي ضربها واهانها وصلت وما صل وصام وما صامت وصامت وما صام وحجت وما حج وفعل المنكرات والسيئات. عقبت حاجة بسيطة اختم بها حلقتي، يكفي انه سيحرم منها في الجنة يوم القيامة، وستذهب إلى زوج أحسن منه. أحبتي، انتهت حلقتي وما انتهت محبتي، أرسل لكم التحايا وعواطف قلبي لكل مسلم ومسلمة، اشهدوا أني أحبكم في الله، ونسألكم الدعاء لنا بستر الحال والبال والمآل. أحييكم من قناة الندى ومعي إخواني في حجرة الكنترول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة الثريا، هيا أم المدرك العليا زوي